قبل ما نختم. نقطة جوهرية جدا، يعني أنا برضو بلوم على المستهلك. لوم على المستهلك؟ اسمع مني بس وسع صدرك. عايز عربية. هقول كلمة بس، هقول كلمة. اتفضل. أنا مثلا من 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 2019 بقول يا جماعة اللي محتاج عربية اشتريها. طلعت بعض حملات المقاطعه، محدش كان يعرف. هقول لحضرتك احنا كنا نعرف، احنا كنا نعرف وقلنا شهر. اقول لحضرتك بس اديني، انا عايز اقل من دقيقه بس. في لما إيه؟ طلعت حد كان عارف. انا اقول لحضرتك في شهر 4/21 انا طلعت يمكن في اكتر من 10 حلقات، قلت يا جماعه في مشكله هتحصل خلال الفتره اللي جايه، اكبر مصنعين للمايكروشيبس توقفوا. ده معناه ان الفتره اللي جايه هيحصل زياده في الاسعار. طلع شخص وقال لك لا لا، شخص في حملة مش عايز اقول اسامي يعني عشان ما تشتروش. بالله المفروض الناس دي النهارده خسرت ملايين المستهلكين. طبعًا اسعار طبعًا. وفي كل حال انا طلعت من شهرين قلت يا جماعه سالوا لي نشتري، قلت له اشتري امبارح، يعني كلمه شهيره اشتري امبارح. واول السنه طلعت قلت اشتري، والسنه اللي فاتت قلت اشتري. ليه عندنا رؤيه؟ احنا دارسين النهارده اشتري ولا استنى قد يحدث سواد. اشتري، افتكر انا طلعت معاكم اشتري امبارح. اشتري امبارح. وما فيش مره قلتها من 2019. لا على لو في اجراءات اتعملت ممكن يبقى في توازن. والله يا احمد بعد اسمع مني بعد اللي ما اشتراش. اشمعنى بعد ابريل؟ هتحصل حاجه. اللي ما اشتراش 19 خسر. لا قلت توازن. لا وقال كلمه مهمه، وقال ان الاسعار مش هتقل برضه. خد بالك في توازن. اللي ما اشتراش في 19 ندم، اللي ما اشتراش في 20 ندم. الناس اللي عماله تقول ما تشتروش حرام عليكم، لان اللي بيخسر المستهلك وبرضه التاجر ما بيبيعش. طيب قطاع ضخم جدا، حرام نتعامل فيه بالعشوائيه دي. لما كله يقف في 3 مليون شخص شغالين في قطاع السيارات، لما كله يقول لك وقف خسرت المستهلك ما اشتراش. شكرا والتاجر. شكرا اسامه بيه. ليه ابريل هتلاقي ابريل هيحصل ايه؟ هقول لك حاجه. اخر سريعا اخر سعر فايده هيطلع للدولار في امريكا في الشهر ده اخر مره. ده مربوط دايما بسعر العمله يعلى. خلاص وقفنا، وبعدين هتلاقي في بقى احداث ثانيه كتير هتحصل، يعني خلال احداث ثانيه كتير هتحصل، الدنيا هتريح شويه. انما طبعا النهارده اشتري. انا في واحد محتاج عربيه، واحد عنده اولاده يروحوا كليه يروحوا مدارس يروحوا دروس، هيستنى لحد ابريل. هيصرف كام في الشهر كده قول لي عشان يخش اوبر وكريم للعائلين ومدام. طيب نقط توطين صناعه السيارة. المطلوب ايه في ملف التوطين؟ ملف التوطين لازم احنا التعليمات ان المكونات لازم يتفتح لها اعتمادات او يتفتح لها فورم 4 او نموذج 4 بسرعه جدا. الصناعات كلها بما فيها السيارات لازم تبقى مع السلع الاستراتيجيه باي وضع من الاوضاع، تقسيم الفلوس اللي موجوده جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا. انا عارف ان الحصيله مش عاليه، لكن نحط اولويات ويبقى من ضمنها الاولويات دي، ومعاها عشان ابقى كملت كلامي قطع الغيار، لانها تبقى ماساه لو ما عملناش قطع الغيار. شرفتني بشكرك. قبل ما تختم كلمه رساله لوزير الماليه. مصانع العربيات اللي بتفتح في المنطقه الاقتصاديه نشجعها كدوله، تعالى اديك حق انتفاع، تعالى شاركك، تعالى اعمل لك كل حاجه. الراجل هو قاعد بره هيبعت لك قطع غيار، وهيبعت لك بالدولار بتاعه من بره مش من هنا، هيعمل لك كل حاجه. النهارده يا احمد بيه ما ينفعش الاقي عربيات مصانع بتصنع في مصر ولا العربيه سعرها الدبلر بدون اي سبب. رساله لوزير الماليه، لو سمحت اسمح باعاده النظر في موضوع بلد الاقامه عشان المبادره تنجح، احنا محتاجين الدولار بتاع المبادره. رساله لو معالي وزير قطاع الاعمال، الحق فولكس فاجن عشان ممكن تيجي مصر. رساله وزير التجاره والصناعه، لو سمحت ارجوك اسمح بدخول موديلات 2022، احنا مش مرفهين للدرجه دي، احنا محتاجين العربيات اللي سعرها نزل بره دي هتشكل انفراجه. شكرا جزيلا.